مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة، وما فيش شك إن ما فيش حد فينا مبسوط بإن إحنا مش بنستورد كل حاجة زي الأول. كلنا مبسوطين إن الدولار والدولار الجمركي اتلغى وكل الأشياء دي، وإن الدولار بتاعنا ما بيطلعش بره، لكن إحنا عندنا أزمة، عندنا أزمة ولازم نعترف بهذه الأزمة بشكل كبير. في حاجات قطع غيار، في حاجات تكميلية، تخيلوا السوستة، ملابس، مصانع كثيرة واقفة على السوستة على الزرار. ليه؟ بلاش ده كله. كلنا في اسكندرية دلوقتي احنا عارفين العمارات الشاهقة اللي احنا عايشين فيها الآن. تخيلوا لما أسانسير يعطل ما نلاقيش قطعة الغيار، وإن لقيناها نلاقيها بمبالغ كبيرة جدا. حاجة غير ذلك وتلك، تخيلوا اللي عنده الأندية مثلا فيها حمامات سباحة، برميل الكلور اللي كان بنشتريه مثلا في حمامات السباحة في الأندية، أنا بتكلم مش بتكلم من عالم آخر، كل ده حاجات مكملة لبعضها. بنلاقي إن ده كله بتكلفة عالية على المستهلك. طب بعدين الحاجة هتفضل تغلى تغلى تغلى، عارفين إنها اقتصاد عالمي، لكن إحنا عندنا أزمة في إن إحنا الاستيراد وقف تماما، الاستيراد وقف تماما، والتصدير ما هوش بالقوة دي. ليه؟ لأن التصدير بيعتمد أيضا على استيراد بعض الخامات التكميلية. طيب خلينا نتكلم بصراحة وبوضوح في هذا الموضوع وباستفاضة مع الأستاذ محمد رستم، أمين عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، والأستاذ محمد العرجاوي نقيب المستخلصين الجمركيين. نورتوني وشرفتوني. نبتدي من الحكاية من الاستيراد وبعدين نشوف التخليص. كله الاستيراد الأول. حضرتك رئيس الشعبة. أمين عام الشعبة. أمين عام الشعبة. الناس بيعملوا مع حضرتك إيه بقى؟ المستوردين بأمانة مش ماسكين في خناقك شوية؟ والله حضرتك طبعا الناس كلها الفترة دي عندها مشاكل دي كبيرة جدا، موضوع الاستيراد سواء المستوردين او المصانع. ولازم نوضح ان النهارده الاستيراد اصبح ضرورة هامة جدا في اي دولة. الميزان التجاري في اي دولة وجهي التجارة هو الاستيراد والتصدير، هي وجهي العملة واحدة. بدون استيراد مفيش تصدير، بدون استيراد مفيش سياحة، بدون استيراد مفيش صناعة، بدون استيراد مفيش حصيلة جمركية، مفيش كونتينر، مفيش مراكب، مفيش ساحات جمركية. الصناعات التكميلية، طب أنا مش عايزة أستورد الحاجات الاستهلاكية الاستفزازية، لكن قطع غيار الأسانسيرات، المواد الخام الخاصة بالأعلاف، ليه؟ ما هو ده كله بيغلي عليا الدنيا، هو يعني اللي حتى عنده ومحوشه هو بيبيعهولي باسعار غير علي غير عادي. الاسمنت، حاجات كتير جدا 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 ارتفع سعرها نتيجه انه بيقول لك ايه، خدها تاخدها النهارده كده اهلا وسهلا، بكره هتيجي تلاقيها بزياده. طب يا جماعه ليه؟ لانه احنا مش هنقدر نستوردها تاني. طب وانا ذنبي ايه؟ انا كمستهلك، مش 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 انا بتكلم على المستوردين بس، انا كمستهلك، انا الحلقه اللي مظلومه في كل اللي بيحصل. لازم حضرتك نذكر المشكله فين وبعدين نذكر الحل، والحل لازم المسؤولين يسمعونا عشان يقدروا يطلعوا من هذه المشكله. حضرتك المشكلة طبعا قديمة بس ظهرت أكتر عند صدور قرار البنك المركزي في فبراير الماضي بموضوع صدور قرار بالاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية ووقف نظام الاستيراد بنظام التحصيل أو هو هم خافوا على الدولار. لا يعني هو كل الخوف على الدولار، هي القصه كلها انه كان المستورد بيضطر انه ياخد من السوق السوداء علشان يمشي دنيته، فهم خافوا على الدولار. لا هقول لك اوضح نقطه فهم. او على الجنيه المصري عفوا امام الدولار. اوضح نقطه، احنا كنا مستقرين جدا لغايه شهر 2،
كنا بنستورد بضاعة من كل أنحاء العالم، وإحنا كشركات قديمة في مصر ولنا سمعتنا عالميا طبعا. كنا بنستورد من خلال تسهيلات موردين، بندفع بعد 6 شهور بعد سنة، كل واحد حسب اتفاقه مع المورد بتاعه وحسب ثقة العميل فيه، وحسب ثقة العميل من خلال تعاملات سنين طويلة وأمانة في التعامل، خلى إن بيسمح لك إن أنت تستوردي بتسهيلات موردين. فلما صدر قرار محافظ البنك المركزي في فبراير السابق، فبراير الماضي، الحقيقة عمل ارتباك في السوق، والارتباك ده ما كانش هو تأثرت بيه المستوردين طبعا، انما الارتباك ده ادى الى اتجاه كثير من الناس لشراء الدولار وليس الاستيراد، وهو دي هنا المشكلة الحقيقة، لان القرار ده كان يجب ياخد مزيد من الدراسة ولازم يستشير اصحاب المصلحة او اصحاب الخبرة. النهاردة حضرتك يعني لما الواحد حاجة بتوجعه بيروح لدكتور طبعا متخصص، لما العمارة بتتشرخ بنجيب مهندس. لما يحصل مشكلة في الاستيراد لازم تجيبه مستورد عنده خبرة سنين طويلة عشان يقول لحضرتك العلاج ايه. ما هو هيجيبش دكتور جامعة، الكلام هيجي بقى انك صاحب مصلحة. طب اقول لحضرتك فهم. احنا لازم نواجه الحقيقة ونواجه طبعا. الواقع طبعا. عشان احنا النهاردة في ازمة نتيجة خبرة. نتيجة عدم مواجهتنا للحقيقه. حضرتك طلع قرار بهذا الشكل ادى للارتباك اللي احنا فيه النهارده في مصر. ارتباك كبير جدا. ارتباك كبير، وارتباك ده مش بس المستوردين، مصر كلها اتاثرت بيه نتيجه ارتفاع سعر الدولار، لان الناس اتجهت لشراء الدولار وليس المستوردين لشراء. طيب. خليني اسال سياده النقيب بناء عليه، زي في مجلس النواب كده. بناء عليه حضرتك نقيب لعدد كبير جدا من ودي مهنه ومهنه كبيره، وكل مستخلص عنده 3 4 5 كمان، بيعملوا ايه في الوقت الحاضر؟ هل احنا مش بنستورد اوريدي؟ طيب هما بيشتغلوا ايه؟ احنا عندنا مشكله كبيره جدا في القطاع بتاعنا اللي هو قطاع التخليص الجمركي. قطاع التخليص الجمركي احد الانشطه المعروفه دوليا ضمن منظومه السبلاي تشين او سلاسل الامداد. طيب ان كان المستورد وقف يبقى كل الانشطه اللي وراه هتوقف. تمام؟ لو اكثر تحديدا اتكلمنا عن المستخلص الجمركي، المستخلص الجمركي النهارده وصل لمرحله الى ما بعد التعثر. يعني خلاص هو يعني كلنا واصلين لده. لا يعني بس على مستويات يعني النهاردة. يعني تفتكر ان محمد بيه لم يتاثر؟ كلنا تاثر تاثر بس اكبر رجال الاعمال لم يتاثر بالازمه العالميه وبالازمه الداخليه والمصانع. بس خلي بال حضرتك بقى من نقطه مهمه جدا، النقطه اللي احنا كنا بنطالب بيها دايما. تمام؟ الراجل المستخلص ده ما عندوش غطاء لا اجتماعي ولا مادي ولا نقابه بتعمل لهم ايه؟ ولا 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 نقابه. طيب النقابه رئيس النقابه تقدر تشيل الاعباء او الشعبه بتاعه المستخلصين، مش هتقدر تشيل الاعباء الناتجه عن وقف السوق، مش هتقدر. لكن خلينا نوجه النظر لنقطه مهمه جدا. النهارده مش هنقول ان في نشاط اسمه استيراد ولا نشاط اسمه تخليص ولا نقل دولي ولا كلام ده. احنا بنقول على ما هو مدرج ضمن جداول وانظمة عالمية، صناعة النقل الدولي، صناعة اللوجستيات، صناعة الاستيراد. دي النهاردة دي اصبحت صناعة، وعلى فكرة صناعة مربحة جدا. احنا لو بصينا على سنغافورة، تمام، قايمة على ايه؟ قايمة على صناعة النقل الدولي. تمام بقى حضرتك، ليه ما نوططش الصناعة دي؟ ليه ما نوطدهاش؟ واحنا عارفين نستورد عشان يا فندم النهارده نوطد. احنا النهارده عايزين نوصل لنقطه، ما فيش حاجه اسمها استيراد بلا هدف، استحاله. الراجل المستورد ده مش هيشتغل غير لو هو عنده شريحه بيتعامل عليها. تمام؟ عرض وطلب. بالظبط كده، طبعا عرض وطلب. طبعا وهم حطوا كود للاستيراد، يعني خلاص ما فيش حاجه بتستورد الا بكود معين جدا. الكود ده بيبقى فيه موافقات عشان بالفعل ما تجيش
سلع اي كلام، وعشان يبقى في تنافسيه في الصناعه. طيب عايزه اسال حضرتك، بيقولوا ان هذا لدعم الصناعه المصريه. هو نتيجه الارتباك اللي حصل نتيجه صدور قرار البنك المركزي، كثير من قطع الغيار، المصانع او مستلزمات الانتاج او المصانع وقفت. ولازم نوضح حاجه للمشاهد وهي معلومه لدى المسؤولين ويمكن لحضرتك، ان النهارده المصنع ما يقدرش يستورد كل احتياجاته. المصنع ممكن يستورد القماش بس ما يقدرش يستورد الزرار ولا السوسته ولا بالظبط. السوسته يا جماعه انا فوجئت ان احنا مش بننتج. احنا ليه مش بننتجها؟ طب انا عايز اسال والله، يعني سؤال كده يعني بسيط جدا، احنا ايه التكنولوجي في سوسته؟ احنا حضرتك هتدخلينا في موضوع الاستثمار والصناعه. في دول سبقتنا نجحت في هذا الموضوع، انها مثلا بتعملها اكثر جوده مننا. ابدا، حضرتك عشان تقدري تجيبي صناعه من الهند، من الصين، من تركيا، من انجلترا، لازم توفري لها مناخ معين وتشجيع معين. حضرتك تلمع السوسته او الابره او الحاجات البسيطه دي جدا. ده بينتجوا لنا سجاده الصلاه اللي احنا طول عمرنا بنعملها يا جماعه، وفي ايه يعني؟ اظن ان احنا يجب ان احنا نبحث لماذا احنا عندنا مشكله في هذا الموضوع. ده موضوع عايز لجنه حلقات، لجنه تبحث حلقات. طبعا هقول لحضرتك حاجه، انا مؤمنه ان مش اللجنه يبقى احنا مش هنعمل حاجه. يعني هو لازم المجتمع المدني، حضرتك بتمثل قطاع مدني، مش ما هواش منظومه حكوميه او كده، من الممكن انها تحل. ليه ما تحلش؟ حضرتك امين عام شعبه مهمه جدا في الغرفه التجاريه، وزي ما قلت في بدايه كلام حضرتك انه بشكل او باخر كان مهم جدا انك تدلو بدلوك، لانك اهل الخبره واهل الصناعه، مش قصدي انها صناعه لكن اهل المهنه. بالظبط، احنا يجب ان احنا ندعى في كل الاجتماعات المتعلقه بهذا الامر سواء على كل المستويات، لان يجب ان احنا نوضح للمسؤولين اصحاب القرار ايه المشكله وايه الحل. ما احنا نقدر نقترح الحل من خلال خبراتنا. وفي نقطة مهمة جدا أنا عايز أنتهز فرصة في البرنامج، إن أنا عايز ألقي الضوء على الكميات والبضائع المقدسة في الميناء. يجب حل هذه المشكلة، يجب حل هذه المشكلة، لأن هذه البضائع بتدفع غرامات. هي ليه مقدسة في الميناء؟ نتيجة إن يعني البنك المركزي يجب إن هو يسهل شوية موضوع استخراج نموذج 4 لخروج هذه البضائع. طيب اسال حضرتك، هي ليه مقدسه في الميناء؟ وضوح. على فكره احنا من حقنا نقول كل حاجه في اطار ان احنا لا نتجاوز، واحنا هنا تلفزيون دوله، فاحنا ما عندناش اي تجاوز، لكن احنا نبض الشارع وجسر ممتد ما بين المواطن والمسؤول. مهم جدا ان احنا نوضح، واكيد هذا الانين مش انا وحضرتك اللي بنسمعه بس، اكيد بيسمع في قطاعات كثيره ان الاستيراد ووقف الاستيراد عامل مشكله كبيره، مش في السلع اللي هيستوردوها اللي جايبينها، لا في سلع اخرى لدعم الصناعه المصريه، اللي هو كان الهدف اساسه هو دعم الصناعه المصريه، فاحنا بنوقف الصناعه المصريه. بص حضرتك، احنا عندنا مشكله كبيره جدا، مشكله يعني زي ما بنقول كده احنا بنضغط نفوس الخطر نتيجه البضائع المكدسه في المواني من شهر 4 اللي فات. البضائع دي في منها مستلزمات انتاج مصانع، وبالتالي المصانع ممكن تكون وقفت، دي نمره واحد. نمره اثنين، اغلب السلع في منها حوالي 70% مستلزمات انتاج اغذيه مرتبطه بتواريخ انتاج وصلاحيه، واللي اكتر من كده التخزين في درجة الحرارة العالية دي ممكن يرفع نسب أوكسيد مثلا في منتج من المنتجات تعتبر غير صالحة للاستهلاك الأولي. يعني راحت على المستورد، راحت على المستورد وراحت على المورد اللي هو صاحب البضاعة. مش هياخد فلوس، مش هياخدها ليه؟ ما هو خلاص هياخد فلوسه ليه؟ ما هو البضاعة باظت. تمام، ازاي؟ هو انا مالي، انا عطيتها لك. ايه المشكلة؟ حضرتك انا بعت لك بلدك ما دخلتهاش، انا مالي؟ المشكله يا فندم هنا كمان في حاجه اسمها البضائع المهمله في الميناء. المهمل ده كان في قرار من
معالي وزير الماليه او رئيس مصلحه الجمارك ان هو خلال شهر يتباع في المزاد. وطبعا المشكله ان ما البنوك ما بتديش نموذج اربعه نتيجه عدم تدبير العمله، فالبضائع بتقعد اكثر من شهر، وفوجئ الموردين الاجانب والمستورد المصري ان بضاعته تتباع في المزاد، ولا ده بياخد فلوسه ولا ده بياخد بضاعته. ممكن اعرف هنا سواقه سمعه وهنا سواقه سمعه. ايه نموذج اربعه؟ المستورد المصري والدوله. نموذج اربعه ده نظام بنكي معمول لتنظيم الاستيراد. اي واحد بيستورد من الخارج عشان يقدر يطلع بضاعته من الدائره الجمركيه او يتعامل معها مع مصلحه الجمارك، لازم يبقى في ايده حاجه اسمها نموذج اربعه بتصدر من البنك اللي هو بيتعامل معاه. نموذج موجب نموذج اربعه بيروح ياخد مستندات الرساله، ونموذج اربعه اللي بياخده من البنك يروح بيه الجمارك عشان يقدر يتعامل وياخد اجراءات التخليص للهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات والجهات الرقابيه المشرفه على صدور الافراجات، وبعد كده بتطلع مصلحه الجمارك. كل ده من خلال نموذج اربعه. فما بيقدرش المستورد يتعامل خالص على هذه الرسائل الا لما ياخد الورقه اللي اسمها نموذج اربعه من البنك، وده ما بيقدرش ياخده لان لازم يحط دولار او البنك يدبر له دولار. والنهارده ما بيقبلش البنك ان انا اجيب دولار من حسابي الخاص، ما بيقبلش. لازم البنك هو اللي يدبر. يعني لا سايب بين لحمه البيضة ولا فرخ. بالظبط. اني الاول. فهي دي المشكله. احنا كنا اقتراحات مهمه جدا. ما احنا بنحط حلول. الحل الاول ان احنا لو في مستورد عنده حسابات خارج مصر في دبي مثلا، له فلوس في دبي، سيبني اسدد في ظل الازمه اللي احنا فيها دلوقتي، ما اقولكش على طول لما تتحل مش مشكله. في ظل الازمه اللي احنا فيها لو في مستورد له حسابات في دبي، حسابات في المانيا، في سويسرا، في انجلترا، يدفع من حسابه بره للمورد بتاعه وما يدفعش من حسابه هنا. ليه القضيه؟ ما فيش هنا المشكله. ما احنا انا مش عايز ادخل في قصه الدولار عشان انا اللي سمعته ان الدولار تم الغاء الدولار الجمركي. لا ما فيش حاجه اسمها تم الغاء. لا هو حضرتك عندك حق طبعا، انما هو تم تعديل سعره. حضرتك تقصدي سعره خلاص. ما فيش حاجه اسمها دولار جمركي. لا هو حضرتك عندك حق في اللي قلتيه، بس هو دلوقتي الدولار الجمركي بقى مطابق لسعر الدولار في البنك. اوكي. فهو اصبح سعر واحد. الاول الدولار الجمركي دايما اقل من البنك جنيه نص جنيه بالزبط. عشان يعني هما دايما يحركوا الصناعه والاستيراد. بالظبط. فدلوقتي اصبح الدولار الجمركي هو نفس سعر الدولار في البنك. ودي قصه يعني. طيب من اكثر الحاجات الصعبه قوي في مساله الشحنات اللي جت واقفه. حضرتك بتتكلم عن حاجات غذائيه، هو المنوط بينا ان احنا مش بنستورد حاجات، يعني مش هي دي الحاجات الملحه قوي، لكن في مستلزمات انتاج. هي الاغذيه كلها مستلزمات انتاج اغلبها يعني بنسبه 70 80% مستلزمات انتاج، زبده، جبنه، لبن، بدائل زبده الكاكاو، زيوت، كل دي موجوده. انا بس عايز اضيف حته كان محمد بيه فتحها دلوقتي اللي هي الحته بتاعت المهامي والرواكد في المواني. احنا فعلا خطبنا معالي الوزير وخطبنا رئيس مصلحه الجمارك، وهو تفضل مشكورا. بيبيعوها لصالح مين؟ لصالح الدوله. يعني ليه؟ يعني النهارده القانون. ليه؟ لكن حاجه اسمها مهمل. ايوه مهمل ايه بعد شهر؟ ما بالظبط هو وانا مش لاقي الدولار اعمل ايه طيب؟ انا عايز ازودها شهرين بس البضائع في المينا بتبقى 4 شهور. هو اخر مين بيحدد بقى يعني معلش انا عايز اعرف برضو مين بيحدد بضاعه مين قبل مين؟ يعني ما هو على قبل ما انا فاهمه حسب البوالص ودخول المراكب. هو ده بيتحسب من هو افرض حضرتك ان البوليسه دخلت مع بعض وان المركب داخله مع بعض و ده دي لا اقول لحضرتك. ايوه انا هو فاهمني انا عايز اقول ايه يعني. انا النهارده تاريخ مين بقى يقول انها تتباع ومين ما يقولش انها تتباع؟ تاريخ وصول البضاعه للدوائر الجمركيه تمام المنوط بيها هيئه المينا، بتبلغ ان المركب وصل، بتبتدي تاخد اجراءها الطبيعي، تاخد حاجه اسمها رقم طريق وتاريخ. من تاريخ وصول البضاعه كان المفروض شهر، ودليل الاغذيه
وللمنتجات الاخرى شهرين. معالي الوزير اخر حاجه طلع قرار ان هو مدها لغايه 12/2022، يعني مدينا فتره البقاء لغايه 12/2022 عشان نتفادى الازمه اللي احنا موجودين فيها. لكن خلينا نقول احنا هنتفادى الازمه ازاي؟ تمام؟ عندنا حلول دلوقتي وعندنا مستهدف لقدام. يبقى احنا عندنا نوعين، عندنا دلوقتي وعندنا مستهدف لقدام. انا رايي الشخصي بقول ان الحل دلوقتي زي ما محمد بيه تفضل كده مشكورا، تحويلات المستوردين من بره، التدبير الذاتي للمستوردين اهم من التطعيم. لازم لا معلش حاطه تحتيها ثلاث خطوط. يعني فضل. ايه التدبير الذاتي في ايه؟ يا ما انت هتفتح باب سوق السوق. بص يا فندم هقول لحضرتك، لا يعني دي بلاش. احنا عايز اقول لحضرتك اتفضل عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. دلوقتي في يعني زي ما الحاج محمد قال واكد على ان موضوع انا لو او اي مستورد له حسابات بره مصر يخليه يدفع ثمن البضاعه للمورد ويجيب فاتوره انها مدفوعه في الثمن وتطلع له البضاعه طالما انت ما عندكش فلوس في مصر. خلي المستورد يتصرف عشان ما يدفعش غرامات وارضيات كتير وعشان الدنيا تتفك جوه، وعشان لما البضاعه تطلع من المينا السعر هينزل بره والناس هتاخد بسعر ارخص. طبعا. احنا حابسين البضاعه في المينا عماله تدفع غرامات وارضيات بالدولار للشركات الاجنبيه اصحاب الكونتينر. ده اول نقطه، ان احنا المستورد يدفع من خلال حساباته بره مصر لو له حسابات. تاني نقطه، يقبلوا تسهيلات الموردين. النهارده المورد بيديني تسهيل 6 شهور وسنه، فمفيش احلى من كده. انت حضرتك النهارده كدوله بتروح بتحاول تاخد قرض من صندوق النقد او من اي جهه، القرض ده بفوائد، انا باخد تسهيلات الموردين بدون فوائد على 6 شهور وسنه. وتسهيلات الموردين دي معناها برضو قرض للدوله. ما هو انت لما الموردين مجموع المستوردين لما يجيب مجموع المستوردين اخدين 5 6 مليار دولار تسهيلات موردين بدون فوائد، ما هي تسهيلات للدوله اصلا. بالظبط. فلازم نرجع لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين، وده نداء للبنك المركزي. دي تاني نقطة من الحلول اللي بقترحها. الحل الثالث يا فندم المصدرين، أنت عندك حوالي 32 مليار دولار تصدير. المصدر النهاردة ممكن يكون بيصدر بنفس قيمة التكلفة. طب هو النهاردة بيكسب في فرق الدولار، طب ما زمان احنا كان حصل في فترة من الفترات خلال تاريخ حياتنا في هذه التجارة سعر الدولار زاد بهذا الشكل. طب انا كبنك لازم اشجع المصدر يحط فلوسه في البنك ما يروحش يبيعها بره. انت عندك دعم مصدرات. هتشجعه ازاي حضرتك؟ اقول لحضرتك هتشجعه ازاي؟ ما هو خايف. في نقطتين مهمين. هو خايف. لا في نقطتين مهمين يا فندم. حضرتك بتمنحي دعم مصدرات مظبوط؟ طالما حضرتك بتمنحي باشتراطات صعبه صدقني. هكمل بس. حضرتك بتمنحي دعم مصدرات. دعم الصادرات ده يا فندم انت كمصدر هدي لك دعم صادرات بمجرد ما تحط فلوسك الدولار في البنك. زائد انا مش هظلمك، سعر الدولار في البنك في بره البنك اغلى، لا انا هدي لك 10% زياده عن سعر الدولار اللي في البنك. بدل ما تروح تبيع دولارك بره هتولي البنك ادفع بيه للمستوردين وهدي لك 10% زياده عن سعر البنك. اسمه زمان كانوا بيسموه بريم، بيدوا بريم 10% زياده عن السعر الموجود في البنك، فبيقدر تشجع المصدر يحط فلوسه في البنك فحضرتك تاخدي الفلوس دي وتديها للمستورد يطلع البضائع في المين. ده ثالث حل. الحل الرابع يا فندم ان يعني كنا تقدمت بمشروع ان احنا نبتدي نتعاون مع الصين وروسيا والسعوديه عشان العمله ونتعامل بعملتهم. المشروع ده انا مقدمه بقالي كذا سنه ولو اتنفذ كان ما كناش وعينا الايوان المشروع ده له تفاصيل كتير واحب ان حد يدعوني عشان اشرحه. على فكره هو انا اعتقد انه ان اجلا او عاجلا لازم هنضطر لده، ان احنا نتعامل بعملات الدول اللي احنا بنصدر منها. ليه لا؟ يعني ليه لا يعني. بس انا بقى هرجع اسال تاني في جزئيه البضائع اللي موجوده. لما اجي اطلعه لازم ادفع بالدولار؟ ادفع ايه؟
غرامه او ارضيه. الغرامات عادة بتبقى بالدولار طبعا لانها شركات اجنبية. خلينا نقول حاجة ان لا افرض ان حضرتك الشركة الاجنبية دي يورو هدفع باليورو مفيش مشكلة او مش ما يعد بالدولار يعني لا يعني اللي انا عايز اساله هل في احتكار ان احنا في كل حاجة لازم ندفع بالدولار؟ هل ازمتنا وحياتنا هي الدولار؟ ما هو زي ما قال محمد بيه احنا ليه احنا هقول لحضرتك مش مضطرين ان احنا نتعامل بعملات اخرى؟ بص يا مريم احنا المشكله عندنا لو عرفناها هنحدد الدنيا شويه. تمام احنا ليه عندنا في قطاع التصدير مش قادرين نطلع بيه لقدام؟ تمام القاطره بتاعت الاقتصاد القومي المصري لان احنا ما عندناش نظام التخصص. بمعنى لو جينا بصينا للصين، الصين ما فيش مصنع بيصدر، ما فيش مصنع بيصدر، في مكتب تصدير. ايوه تمام. النهارده اللي بيحصل الاتي، حضرتك النهارده المستورد بيروح يستورد الانكوتيرم بتاعته سي اي اف مثلا. طيب مين اللي عامل عقد الشحن؟ الراجل المورد اللي بره لصالح المستورد. المستورد ما تناقش في العقد ده اصلا، فبالتالي العقد لما ابرم على اساس ان البضاعه لما تقعد في المينا 7 ايام بعد كده انت هتدفع 200 دولار في اذعان. في اذعان لو انا رفعت بقى ثقافه الراجل المستورد ان انا اخليه يعمل نيجوشيشن في الحته دي بتاعه الشحن مناقشات ومحاولات طب احنا هل عندنا قطاع متولي القصه دي؟ طبعا عندنا قطاع وكلاء الشحن فريت فورورد موجودين. طب انا ممكن استعين بيه النهارده الحته دي هتوفر معايا. لكن انا النهارده اجي اقول انا مش هدفع بالدولار للشركات اللي بره، ده عقد بينك وبين واجب النفاذ ما فيهاش كلام، ما اقدرش ما ادفعش بالظبط. لكن اللي اكتر بقى من كده وده اللي احنا بنطالب بيه الجهات الحكوميه والسياديه ومعالي الوزير ان هو يتم التدخل في الارضيات اللي بتدفع بالجنيه المصري. تمام الارضيات اللي بتدفع بالجنيه المصري لشركات تداول الحاويات. طب ما احنا عندنا قرار وزير النقل 394 لسنه 2004 اللي هو بتخفيض الارضيات. ليه الدوله ما اتحركتش انها تخفض للمستورد الارضيات خلال الفتره اللي فاتت؟ هي مش على فكره بس انا يعني لو حد سمعنا او هيسمعنا في الحلقه هي مش بتخفض للمستورد بس، ما هو المنتج ده انا اللي باخده بالظبط كده. واذا كنت انا مستورده لمنتج واحد فانا مستهلكه العديد من المنتجات، فانا اللي مضار. المواطن المصري البسيط هو اللي مضار. في حاجات استطيع الاستغناء عنها بالظبط، وفي حاجات لا استطيع الاستغناء عنها، هي ضروريات. حضرتك ساكن في العاشر مش تطلع ازاي؟ يعني تطلع ازاي؟ تمام. النقطه الثانيه ودي برضو مهمه جدا ان انا النهارده لو دخلت قطاعات الدوله زي وزاره الاستثمار، وزاره الماليه، وزارة التجارة والصناعة، تمام؟ ورئاسة الوزراء، في إن هي اللي تتفاوض مع الخطوط الملاحية الكبيرة خلال الفترة دي على الأزمة اللي موجودة في إن يحصل ديل ما بين الحكومة المصرية وما بين الخطوط الملاحية في تخفيض الغرامات، تمام؟ بنسب معينة مقابل حوافز لتلك الشركات، وين تو وين، تمام؟ بس يبقى اللي بتتعامل دولة. واخد بال حضرتك؟ النهارده الدين لكل المستوردين اللي بضيعها جوه المواني من شهر 4 لغايه النهارده تخفيض 20%، مقابل كده انا هديك تخفيض 50% على التي اتش سي على التفريغ لما المراكب بتاعتك تيجي تخش. اخيرا نقاط سريعه، ايه الحلول البسيطه او الرسائل ونوجهها لمين سريعا؟ والله زي ما ذكرت حضرتك يا فندم لازم البنك المركزي يسارع بالافراج عن البضائع الموجوده في المينا عشان المستوردين ما يتضروش اكتر من كده لان في ضرر كبير وقع عليهم. ثانيا ان هو لازم يقبل نظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين. لازم نشجع المصدرين من خلال دعم الصادرات ومن خلال فرض نسبه 10% بريم على كل دولار عشان نشجع المصدرين. حوالي 32 مليار دولار يتحطوا في البنوك وده رقم كبير. انا كنت اقترحت المشروع بتاع العملات الاخرى ولما بحثت لقيت الصين وروسيا واوكرانيا والسعوديه والامارات دولت 25 مليار دولار. لو تعاملنا بعملتهم يبقى انا وفرت مصدرين 32 و25 مليار دولار، يعني 57 مليار دولار تحل المشكله. بس لازم يسمعونا احنا اللي عندنا الحل. بالاضافه لحضرتك التصدير بيعتمد على الاستيراد، فاي زياده
في مدخلات الانتاج التصدير التكلفه بتزيد والتصدير بيتاثر. لازم دراسه وبيقف لا وبيساعد يقف. فلازم دراسه ازاي نشجع الصادرات فعلا ونشوف دول اخرى نجحت في ده ازاي. حضرتك النهارده الواحد داخل من الجمرك من المطار انا افهم اطلع من المطار يقول لي ما تاخدش اكثر من 10000 دولار. انما وانا جاي من المطار يقول لي ما تدخلش باكثر من 10000 دولار. انا داخله مصر طب ليه؟ بلدي. طب ما ادخل عمله صعبه مدخلها ادخل لا. فلازم صح. القوانين والقرارات لا وحتى عندي. وانا طالعه برضو هقول لحضرتك حاجه انا ضد هذه المساله. يعني انا مثلا طالعه الحج هطلع اشحت في السعوديه يعني طالعه اتعالج مش ح... يعني في كده برضو ايه كاتيجوري. انت شايف المهنه شكلها ايه في الباسبور؟ انت شايف هو طالع يعمل ايه؟ كل الحاجات ديت مهمه جدا. خلينا حضرتك ما يبقاش القانون مش شايف غير انه قانون. في حاجه اسمها روح القانون. طبعا حضرتك عندك 100% حق. بس خلينا نكلم المسؤول اللي هو صاحب القرار نقول له حضرتك بتمنعني ان انا اطلع باكثر من 10000 دولار ومتفهم بذلك عشان ما اطلعش عمله بره. انما وانا راجع ب 100000 دولار تمنعني ادخل بيهم ليه؟ ما هو دي حاجه داخله يا باقي استر لنا الباقي. برضو حضرتك تشجيع صناعه الترانزيت ده دبي وسنغافور وكل الدول الكبيره. دبي اكتر طبعا تركيا صناعة الترانزيت دي بتدخل دولار كبير جدا وببلاش دون تكلفة. بتجيلك بضاعة من دولة بتنزل عندك لمدة يومين ثلاثة وبتتشحن لدولة أخرى. احنا هنا بناخد اتعاب هذه تاخد الارضيات بقى والمستخلص بياخد. نورتوني نورتوني وشرفتوني ويا باقي استر لنا الباقي فاصبر لها. وكلنا ثقة في القيادة السياسية انها هتنهض هذا البلد لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي أمل صبحي.